مشاهدي اريبيا ويذر دوت كوم، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. نعود اليكم بعد انقطاع دام اكثر من شهر تقريبا من العاصفه الثلجيه التي ضربت المملكه وعموم مناطق بلاد الشام لا سيما الاردن وفلسطين في منتصف شهر ديسمبر الاول، وهو ما يصادف طبعا ديسمبر عفوا كانون اول قبل شهر من الان. للاسف انه بعد ذلك انقطعت الامطار ايضا عن مناطق بلاد الشام، وكانت كميات الامطار دون المعدلات، هناك حاله من الانحباس المطري، لا يوجد منخفضات قوية. طبعا العملية عملية نسبية، هناك بعض الأمطار هطلت في جنوب وشرق المملكة في الأردن مثلا أو في أجزاء محدودة من فلسطين وسوريا ولبنان، ولكن بشكل عام المنطقة تعاني من انحباس مطري، تعاني من ندرة للمنخفضات الجوية، هناك انقطاع تام في الفعاليات الجوية بشكل قوي، رغم أننا في منتصف المربعنية حسب التعبير المحلي أو رغم أننا في منتصف فصل الشتاء. طبعا سأقوم معكم بجولة حاليا عبر الخرائط أمامكم عن ما هو يحدث حاليا من ناحية المنخفضات والمرتفعات الجوية، سبب بعد مشيئة إلى الأنظمة الجوية تتأثر بها المملكة. كما نلاحظ هناك مرتفع جوي متمركز فوق المحيط الأطلسي لا سيما الجزء الأوسط والجنوبي منه، طبعا هذا المرتفع يدفع بتيارات هوائية شديدة البرودة نحو المنطقة الغربية من البحر الأبيض المتوسط إضافة إلى المنطقة الشمالية الغربية من القارة الإفريقية تشمل الجزائر وتونس إضافة إلى أجزاء من المغرب، وعلى الجانب الآخر تتدفق رياح وتيارات هوائية أدفع من المعتاد ذات درجات حرارة أكثر ربما غير معتادة في المنطقة في مثل هذا الوقت من العام وذات أجواء مستقرة نحو المنطقة بشكل عام، وتقف كحاجز أمام دخول المنخفضات الجوية نحو المنطقة، وبالتالي تعاني منطقة شرق البحر المتوسط من عدم أو استقرار تمام في الأجواء ومن انحباس مطري. هناك تغييرات منتظرة أيضا أخرى في تغيير أنظمة الجوية خلال الأيام القادمة، ولكن هذا لا يعود للأسف طبعا بعد مشيئة الله بالأثر الإيجابي على المنطقة، حيث تستمر المناطق الشرقية للبحر المتوسط تحت تأثير تدفق لتيارات هوائية دافئة ذات درجات حرارة أعلى من المعدلات وأيضا ذات أجواء مستقرة عموما، وعلى الجانب الآخر تستمر الرياح القطبية الباردة بتتدفق نحو المنطقة الغربية من البحر الأبيض المتوسط وربما أيضا حتى أجزاء من المنطقة الوسطى من البحر الأبيض المتوسط، وأيضا كما نلاحظ استمرار في تدفق المنخفضات الجوية في هذه المنطقة لا سيما فوق مناطق الجزائر وتونس وعموم هذه المناطق، وطبعا هذا يعمل على ازدياد الوضع سوء في المنطقة الشرقية للبحر المتوسط بشكل عام. الآن ما يحدث في المنطقة بشكل واضح طبعا هو مرده كنتيجة طبعا كما ذكرنا لمشيئة الله ومن المنخفضات الجوية وطريقة توزيع الأنظمة الجوية، ولكن سأذهب معكم إلى كميات الأمطار التي هطلت في دول بلاد الشام لنرى عواقع الموسم المطري حين، ومن ناحية طبعا دراسات خاصة أجريت داخل أروقة مركز طقس العرب الإقليمي لمراقبة مدى الجفاف الحاصل. نبدأ بالعاصمة الأردنية عمان التي بها الموسم المطري، كما تلاحظون تقريبا أنجز منه 50% وهو نسبة جيدة. هناك مشكلة بنسبة الموسم المطري 50%، نعم هي جيدة، ولكن دفعة واحدة دائما كميات الأمطار حسب المختصين الزراعيين نوعا ما تكون ذات ضرر سيء على المزروعات وليس ذات خلينا نحكي أثر إيجابي، فوجود الأمطار بدفعة واحدة هو ليس بالأمر الجيد للمزروعات، إنما يجب أن تكون طبعا بمشيئة الله هذه الأمطار متوزعة ومنتظمة على مدار الموسم المطري حتى تكون ذا الأثر الإيجابي والفائدة للنباتات. فكما نلاحظ أداء حتى الموسم المطري هو ممتاز جدا، طبعا هذا ما رده كان بعد مشيئة الله إلى هطول الأمطار الغزيرة والثلوج الكثيفة التي عمت مناطق واسعة من الأردن خلال فترة شهر 12 على سبيل المثال. في الانتقال أيضا إلى إلى العاصمة الفلسطينية القدس، كما نلاحظ أيضا هناك وجود لكميات أمطار أيضا مشابهة للعاصمة الأردنية، 50 أو 52% من كميات الأمطار السنوية قد أنجزت في شهر 12 وفي الأيام الماضية، أيضا أداء الموسم هو ممتاز 160%، فبالتالي بشكل عام الوضع في الأردن وفلسطين جيد من الناحية النظرية المطرية، ولكن توزيع الأمطار هو ما يقلق المزارعين ويقلق الحكومات كونها ذلك طبعا يعود بالضرر السيء على كميات الأمطار. الآن نذهب بكم إلى الأراضي السورية والتي واضح جدا بها تأثير الانحباس المطري، ونأخذ كمثال مدينة اللاذقية المطلة على ساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، ونلاحظ بأن
كميات الأمطار طبعاً أخذنا لاذقية كمثال كونها تكون في مسار المنخفضات الجوية وبالتالي كميات الأمطار الكبيرة. كميات الأمطار بها جداً متواضعة، لم تتجاوز معدلات السنوية أكثر من 22%. أيضاً كما نلاحظ بأن كميات الأمطار أو أداء الموسم حتى الآن لا يتجاوز أكثر من 19%. الوضع جداً سيء في المدينة الساحلية وأيضاً عموم المناطق السورية كناحية أمطار، واستمرار الانحباس المطري حتى الآن هو يزيد الأمور تفاقماً وسوءاً. على الجانب الآخر نلاحظ في العاصمة اللبنانية بيروت أيضا كميات الأمطار فيها جدا متدنية نسبة لهذا الوقت من العام، وأيضا نلاحظ كميات الأمطار أو أداء الموسم حتى الآن متدني بشكل واضح، وكل ذلك يطرح الأسئلة حول مستقبل الأمطار المتوقعة ومستقبل الموسم المطري الذي يعتبر ربما من الأسوأ في هذه المناطق منذ سنوات وعدة عقود وأزمنة طويلة جدا أن تتعرض هذه المناطق لانحباس مطري لهذا الشكل. ولكن سنكون متفائلين وننظر بعين تفاؤل إلى المستقبل، لأنه في العديد من الحالات تكون الأمور سيئة في بداية الموسم المطري وحتى منتصف الموسم المطري، لكن إحصائيا في شهر 2 وشهر 3 عادة تتحسن الأمور وتأتي منخفضات إلى المنطقة، وربما حتى في شهر 4 تكون هناك كميات وافرة من الأمطار، وندعو الله طبعا عز وجل بأن ترزق جميع مناطق بلاد الشام بالأمطار. أيضا من باب المقارنة سنذهب إلى مقارنة نوعا ما يعني مثيرة، وهي طبعا تساقط الثلوج فوق جبال لبنان، وحتى أن التزلج في لبنان يعني هذا العام غير موجود. هذه الصورة الآن كما ترونها من موقع سكيلب، هو لأحد المرتفعات اللبنانية في المزار تسمى، ونلاحظ أن الثلوج فقط موجودة بشكل خجول فوق أجزاء أو المرتفعات الجبلية من الجبال اللبنانية العالية طبعا والشاهقة منها، في حين أن الوضع كان في الأعوام السابقة مختلف تماما. كما تلاحظون الاختلاف واضح، يعني الرداء الأبيض والغطاء الأبيض يغطي هذه المرتفعات في السنوات الماضية في مثل هذا الوقت، في حين هذا العام الرداء البني وهو فقط الأتربة وبعض الثلوج البسيطة المغطية. نذهب الآن في عين التفاؤل، تحدثت عنها عن تغيير الأنظمة الجوية المتوقعة خلال الفترة المتبقية من هذا الشهر، أيام الأخيرة من هذا الشهر هناك تغييرات مرتقبة في الأنظمة وتوزيع الأنظمة الجوية في نصف الكرة الشمالية. نسأل الله طبعا أن تعود بالفائدة على منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط لينكسر بذلك حاجز الأمطار وتهطل الأمطار من جديد وتعود الفعاليات الجوية من جديد. كما نلاحظ أمامكم على الخارطة هذا المرتفع الذي تحدثنا عنه في المحيط الأطلسي سيدخل باتجاه الأراضي الأوروبية، وبالتالي يصبح مسار تدفق الرياح القطبية نحو أواسط البحر الأبيض المتوسط بدلا من المناطق الغربية. ولكن على الجانب الآخر هناك تمركز لمرتفع جوي فوق المنطقة الوسطى والشمالية الشرقية للقارة الأوروبية، هذا سيدفع برياح قطبية نحو المنطقة الوسطى إضافة إلى الشرقية من البحر الأبيض المتوسط. طبعا أكيد السؤال هل هناك ثلوج، هذا هو يعني لسان حال الشارع الأردني والفلسطيني، أين الثلوج الأخرى أو أين هي المنخفضات تحدثتم عنها؟ طبعا احنا لم نتحدث عن منخفضات، تحدثنا عن ربما أشبه بانقطاع أو تخفيف من الحالة الجوية المتوقعة في شهر كانون ثاني يناير الشهرية التي طبعا تجدونها على الموقع وتحدث فقط لمرة واحدة. وهناك اجتهادات عديدة من أشخاص وهواة مختصين حول الحالة الجوية، وهذا اجتهاد محمود ويجب أن يكون في المنطقة حتى نرى ونعرف ماذا سيحدث في الأيام الماضية، ولكن لا يجب أن يأخذ هذا الاجتهاد بشائعة أو اعتباره هو خلاص توقع واقع، إنما هذه اجتهادات تصدر عنا وعن جميع المختصين والهواة. وربما كنا نرى بأن وغيرنا كان يرى بأن نقبل على موسم تاريخي بعد بداية الثلوج، ولكن كانت الأمور واضحة لدينا بأن هناك بعض العوامل التي تؤثر عكسيا. الآن نرى بأن هذه العوامل بدأت تنكسر وربما نتجه إلى الأمور الإيجابية مع نهاية هذا الشهر. السؤال هل هناك ثلوج؟ الإجابة بوضوح أننا لا نعرف كيف سيكون هناك تفاعل مع تدفق هذه الرياح والأنظمة الجوية نحو المنطقة. هناك على ما يبدو منخفض جوي قد يؤثر في الأيام الأخيرة على المنطقة بشكل عام، ربما يجلب الأمطار ونسأل الله بالأمطار وربما أيضا بعد الثلوج. أيضا نرى بعين التفاؤل لشهر 2 هناك تغييرات في الأنظمة الجوية التي غالبا ستكون مترافقة مع عودة الأمطار والفعاليات الجوية إلى منطقة بلاد الشام ككل، وننظر أيضا إلى المزيد من الأمطار وربما إن شاء الله الثلوج التي ستعم مرة أخرى بقية مناطق المرتفعات الجبلية اللبنانية، وأيضا ربما تمتد إلى بعض مناطقنا كالأردن وفلسطين. ولكن هذا الأمر يقع ضمن باب الاجتهادات وليس باب الواقع والحتم. استابعونا في المزيد من التحديثات أولا بأول. هذه الدراسة أجريناها في موقع طقس العرب ومركز طقس العرب الإقليمي بجمع المعلومات، وأيضا ننظر بالمزيد من التغييرات في الأيام الماضية القادمة. عفوا أشكركم على متابعتكم وتابعونا في المزيد من الفيديوهات والتحديثات. إلى اللقاء.